بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا شلون اسوي الكاستم تري من الاكريليك. عندي ثلاث طرق: سبرينكل اون ميثود، اوبن فينجر الادابتد دو ميثود، وكلوز كاستينج ميثود. العوامل اللي تاثر لي على الكيورتي اوف ريزن تري، الريزن اللي قصد عليه الاكريليك، اول شيء دايمنشنال تشينجز يو تو بوليمرايزيشن شرينكج اوف ريزن more in posterior palatal area and lingual flange. dimensional وين راح تأثر لي أكثر؟ هذه ال instability بالdimensional بالdimension تكون تظهر عندي أكثر شيء بال posterior palatal area وال lingual flanges. زين construction technique عندنا قلنا ال open method produce more polymerization shrinkage due to lack of continuous pressure. الاوبن ميثود شلون انا سويت العجينه، خليتها بيدي على التري، سويت لها ادابتيشن وعفتها تصير ست، فهذه العجينه ماكو شيء يضغط ليها بمكانها، فالبوليمرايزيشن شرينكج هنا قليله جدا، يعني كثيره سوري جدا. سبرينكل ميثود، سبرينكل اون ميثود هاي شلون؟ هذه اخلي طبقه من المونيمر بواسطه فرشه، نفسها فرشه الرسم، يعني اطلي على الكاست طبقه من المونيمر، اجيب الباودر ارشه فوق رش، اجيب النوب الفرشة واخلي فوقها طبقة ثانية من المونومر، واجيب الباودر وارش فوقها رش، واظل بهذه الطريقة اكررها الى ان يصير عندي الثيكنس المطلوب من عندي للسبيشال تري. زين فيعني هاي كل طبقة اني راح اسويها راح يصير بها شرينكج خاص بها، فشوفوا كمية الشرينكج بعدين بالنهاية ايش قد راح تصير. بالنسبة للكلوست او اللي هي فلاسكينج تكنيك، هي عبارة عن انه العجينة راح اخليها على الكاست واضغطها بمكانها بواسطة انفستمنت ماتيريال وادخلها طبخ بالحرارة، فالكلوست فلاسكينج او الهيت كيور هو اقل نوع يصير بي بوليمرايزيشن شرنكج. المواد المستعملة residual monomer after polymerization of heat cure resin is minimal compared to light and auto polymerization, so it's more accurate and more fitted. كمية المونيمر free monomer اللي هي سوى allergic reaction للبيشنت شيكوا لقوها انه بالheat cured، لان بها الكمية اقل من ما هي موجودة باللايت cured. Procedural step of custom tray with space and stop، يعني هذا special tray بها space وبها stopper. Preparation of the primary cast، أول شيء أنا أحضر الكاست مالتي، إذا أي يعني ممكن أحتاج جهاز اسمه السيرفيير أشوف إذا محتاج أسوي بلوك أوت للأندر كات الموجودة بها أو لا. بعدين إيش سويتوا أنتوا؟ أول خطوة رسمتوا الفول ديبث أوف ذا فيستيبيول، جيت قست بالمسطرة فوقها 2 إلى 3 ملم، ورسمت خط ثاني بموازاة الخط الأول. هذا شنو هذا؟ هذا الخط لازم مالت السبيشال تري. زين اسها مناطق اللي تحتاج ريليف، ممكن اني هذا الخط اللي راسمته فوق الدبث ب 2 ملم ممكن اني اجيب اللاكرونا ماتي واحفر حفر على سطح الكاست. Spacer should be adapted throughout the extent of special tray coincide with the second line. عداوين لازم يكون ويا نهاية coincide with the second line، ويا الخط الثاني يمشي بموازاته. زين عدا بالposterior palatal cell area هذا لازم يكون ينزل ويا edge to edge، يعني لحد نهاية التري مالتي، وكذلك البكال شيرف area اللي بالماندبل. الspacer is in the form of one thickness of modeling wax or shellac base plate adapted on the primary cast، طبقة واحدة من الشمع أو الشلك بيز، ما أريده كلش يكون ثيك، وأسوي الأدابتيشن على الكاست مالتي البرايمري كاست. زين وفوق هذا الشمع أو الشلك بيز خليته فوق الكاست مباشرة، هذا راح يشتغل كسبيسر. زين فوقه راح أني أخلي الأكريليك وأسوي الكوستم تري مالتي، بعدين من يعني يصير كومبليتلي سيت اجي اشيله، يطلع الواكس موجود او شلك بيس موجود بالفيتنج سيرفس مالت السبيشال تري، مجرد ادخله بالحراره راح يذوب كليته ويروح ويصير عندي سبيشال تري سبيس ما قاعد فت كلش على الرجل.
وظيفة السبيسر along that the tray to be properly positioned in mouth during border molding procedure. زين أضمن إنه راح يقعد بمكانه بصورة صحيحة خلال border molding ويحافظ لي على الإمبريشن to have even thickness of impression material. عرفنا ليش الثيكنس مهم مع الإمبريشن material إنه يكون متساوي. Prevent distortion of the material at final stage. راح يظل يعني يحافظ لي الماتيريال ما يصير بها ديستورشن. راح يظل اللي اخذ بها امبريشن ما يصير بها ديستورشن لانه اكو دنشر ضاغطها على الرج موجوده ضاغطها من جوا يعني تكون محصوره بين الدنشر والرج. الماتيريال اللي اسوي بها هذا السبيسر بيز بليت واكس وان اسبستوس كاستينج لاينر. شلون اسويها اني؟ رسمت الفول ديبث اوف ذا فيستيبيول، رسمت فوقها 2 إلى 3 ملم خط ثاني موازاة الخط الأول. هذا نهاية السبيشال تري. الكاست از ذين دستد باي باودر، يعني يا اما قلنا نخلي عليه سيبريتنج ميديوم او ارش عليه باودر مات الاطفال زين، او ممكن اغطسه بالووتر اخليه هو الكاست ماتي داخل الووتر لمدة 10 دقائق حتى ما بعدين ال طبعا هوت ووتر حتى خاف اكو قسم من الشمع باقي حتى يذوبه نهائيا. One layer of base plate wax adapted to the cast and trimmed to the previously drawn outline. طبقة واحدة ما اريد هواية سبيس يكون، طبقة شمع واحدة كافية. تيش ستوبر قلنا اسويها اللي هي هذه بالصورة، هذه هنا بها ثلاثة حسب شكل الارش لانه في شيب، اكل يكون راوند او سكوير احتاج اسوي له 4 زين، والابعاد مالتها موجوده. اذا هذه 3 مربعة 2 × 2، واذا اني هذا مثلا اريد اسوي اكثر خليتها بالكناين اريا الابعاد مالتها 2 × 4 ملم زين. فاللوكيشن يوجوالي 4 ستوبر، 2 بالكناين و2 بالفيرست مولر اريا. اذا كان هو في شيب يحتاج بس 3 فقط. function of tissue stopper شنو وظيفته؟ هذا اللي انا دا اسوي واتعبي. to orient the tray to for uniform thickness of the impression material حتى يعني الفد جايد يرجع يقعد الدنشر مالته عليه هيك قصده، و شو اسمه يعطيني thickness حلوه all around متساويه فيقلل لي الدايمنشنال تشينجز بالامبريشن ماتيريال نفسها زين. اخلي سيبريتنج ميديوم طبقه من السيبريتنج ميديوم وانتظر شويه يصير سيت. الاكريليك ريزن داز نوت ستيك تو ذا كاست وما راح يلزق بالكاست مالتي. اكريلايزيشن هي عمليه التفاعل مالت الاكريليك. المونومر اند بوليمر ار ميكست ان بروبر proportion ينخبطون الباودر والليكتب بنسبة معينة. وقت الشغل يكون لازم تهم ايدك تشتغل بسرعة حتى تلحق عليه. upon standing the resultant mass pass through 5 distinct stages. خلال ما انا منتظرة يم اهلي او يم سوري منتظرة بال يصير الاكريليك مالته يصير stable يصير set نهائيا زين، راح يمر بعدة مراحل. أول مرحلة هي يعني أنا خبطته وكملت، أول مرحلة راح أمر أسنة استعمله طبعا أنتظر. أول شي راح يكون بالساند ستيج يكون مرمل، بعده شوية راح يبدي عندي يلزق تطلع من عنده هذه مثل الخيوط، يوصل إلى مرحلة الدو ستيج مرحلة العجينة اللي أنا أشتغل بها هاي المرحلة. بعدين يوصل إلى الربري أو الإلاستيك ما بيمرونه، بس ما اقدر اسوي له ريشيبينج، ما اقدر اغير بالشكل مالته لان بدت شوي شوي يتصلب، والمرحله الاخيره راح يكون بها ستيف. الاكريليك ريزن باودر اند ليكويد ميكس اكوردنج تو ذا مانيفاكتشر انستراكشن. شوفوا حسب التعليمات ايش قد نسبه الخلط، وعاده تجيني وياهن بالعلبه تجيني قطاره حتى اقيس بها كميه المونومر، ويجيني سكوب صغير حتى اقيس بها كميه الباودر زين. ولازم المكس يكون عندي فجار او فت كونتينر جلاس حتى ما يزق بيها.
wooden blade used for mixing. فبليده من الود نفسها ممكن التانك دبراسه هاي استعملها اني بالميكسينج، وخليها الدو توصل الى المرحله اللي اقدر استعملها. ممكن اني نفسها هاي الدو اشيلها بايدي واسوي لها ادابتيشن على كاست اني مهيئته حاطه له سبريتنج ميديوم، او ممكن اني عندي طريقه ثانيه اسهل انه اجيب 2 سمنت سلاب، هذا السلاب القزيز الصغير اللي اسوي عليه ميكسينج للفلينج، ارطبه واخلي العجينه مالتي بنص 2 جلاس سلاب اضغطهم. فشنو استفادت بهاي الحاله؟ راح تطلع عندي شريحه عدله الثكنس مالتها متساوي، اسهل مما اني اقعد وباصابعي احاول اعدل الكاس العجينه او الدوماتي على الكاست. الويفر اوف ذا تري ماتيريال از ليفتد فروم ذا سلاب اند ادابتد تو ذا كاست وذ هاي فينجر بريشر. نفسها اللي انا ضغطتها بين 2 سلاب شلتها على شكل شريحه، خليتها على الكاست، ضبطتها بواسطه فينجر برنت بريشر اصابعي، مو كلش اكسسيف بريشر قوي، لا مجرد بريشر اثبتها بمكانها. واجيب نايف سكينه شوي اسويها ورم واقص الحافات بالنهايه قبل ما يصير ست، حتى بعدين ما يحتاج لي هوايه موديفيكيشن عليه ورا ما يصير ست. طبعا ما اسوي ما انسى اسوي له الهاندل، الكرايتيريا مالت الهاندل لازم تكون بارلل للونج اكسس اوف ذا تيث اللي راح اغيرها اعوضها. الهاندل should not arise horizontally from the tray because might interfere with lip movement. احاول مو تطلع على شكل L shape حتى ما تسوي لي انترفيرنس. لازم عندي 3 الى 4 ملم الثكنس مالتها، 8 ملم اقل شيء الطول مالتها، وارتفاعها 8 ملم. vertical distance from the circus to the handle is 2 ملم، يعني الهاندل ما نزلها كلش للسلكس، اخليها تقريبا فوق السلكس 2 ملم، يعني اقرب للكريست اوف ذا ريدج. الهاندل او ستاند must be made long enough for the handle to exist through the vertical distance from the sulcus to the handle. زين، يعني لازم تكون طويلة بما فيه الكفاية حتى اني اقدر احافظ على الامبريشن مالتي بمكانها، او حتى يعني اقدر الزم التري بسهولة من عندها. هاي بالنسبة لنقطة 4 و5، هاي مكررات هنايا. زين، الفانكشن اوف ذا هاندل شنو وظيفتها؟ تعطيني سبورت لللب وانا دا اسوي الامبريشن، وهي تساعدني انه اشيل البليس التراي من عندها خلال اللودينج البليسينج الاورينتيشن، اشيل التراي من عندها. زين، هسه خلصت اني واخذت الطبعه مالتي وكملت، او سوري سويت السبيشال تراي على الكاست وصار ست سواء لايت كيور او المهم صار ست هو عندي التراي، اجي النوب اسوي له افنشه، اسوي ستيرلايزيشن للتراي مالتي. التراي شود بي كليند بروبرلي اند ستيرلايز بيفور يوز، اعقمها قبل ما استعملها. ديسبوزبل تراي ار ريكومندد، اذا اني اريد اخذ بها برايمر امبريشن فالديسبوزبل خيار لازم يكون عندي تشويس نمبر 1. ستيرلايزيشن كان بي اتشيفد باي اوتو كليفينج دراي هيت اور كيميكال فيبر، اذا كانت هي اوتو كليفابل نعقمها بالاوتو كليف، اذا كانت هي معدنيه نعقمها بالمعقمه، وهكذا. زين، نجي على الهيت كيورينج اكريليك اللي هو مصنوع من الهيت كيور. 2 شيت اوف واكس ادابتد تو ذا برايمري كاست 2 ملم شورتر ذان الدبث اوف ذا سالكس. نفس الشيء رسمه اني خطين، خط الثاني فوق الفول ديبت اوف ذا فيستيبيول، وخليته على خليت الطبقه مالت الواكس على الكاست لحد هاي ال 2 ملم، قصيت الزايد من عندها. زين، بعدين الكاست فلاسك واكس اليمينيتد باكينج اوف هيت كيور اكريليك ريزن واز ميد ان يوجوال مانر ذا تراي فينيشد اند بولشد. زين، يعني سويت الاكريليك مالتي فوق الواكس وخليته كبسته بالارتكوليتر. زين، بالحرارة الشمع راح يضموع، فالهيت كيور اكريليك راح يجي هو ادابتد كلش على الرج، وبعدين انتظره يصير ست اسوي لها فينيشينج وابولشه. ادفانتجز اليه
هايلي فيتد تو ذا برايمري كاست، الفتنس مالته محترم كلش حلوة، الدايمنشنال تشينجز اقل، وقلنا كمية المونيمر اللي بيها اكون اقل. ديس ادفانتجز لونج تايم، احتاج وقت طويل حتى اسوي، وهو كله صعب، نزل سبيشال استاي وينشمر. بروسيجر برودوس بريشر ايري اون امبريشن ديو تو هاي فينجر هاي فيتنس تو اورال تيشو سو نيد ريليف، لانه راح اكبسها كبس اني على الكاست، راح تنضغط تقعد فت عليها صورة تامة، فسم مرات انه احتاج شوية اسوي لها بولشينج، شوية احتاج اسوي ريليف. نجي على اللايت كيور اكريليك، وهاي المفروض انتو تعرفون كلكم استعملتوه وشفتوه، هو اكريليك شيت ادابتد ذا كاست اند تريم 2 ملم شورتر دان ستار كاست ديث ذين كيورد وذ لايت كيورينج، نفس الشي خليتها على الكاست ماتي، وبعدين اسويها وقصقصت الزايد ورتبت وخليت لهاندل، بعدين ادخلها بالكيورينج ماشين حتى يصير بها كيورينج. ادفانتجز التايم اللي اقل، give the time for necessary modification and border extension of the tray when desired shape obtained curing is made by light، يعني ايش قد ما تتأخر ايش قد ما تطول لا اخذ راحتك عادي ما راح يصير ست الا الدخلة باللايت كيور ماشين. disadvantages ممكن تطول بيه يكون life time consuming. زين نجي على البلاستيك شيت، هو عبارة عن ورقة شفافة يونيفورم كلير، ورقة شفافة من البلاستيك حتى من تطعجونها بيدكم تكون مرنة. زين هذا شو اسوي؟ هذا اخليها على الكاست، ادخلها بالجهاز اسميه بي فاكيوم، وشو اسوي؟ ضغط وفاكيوم اسمه الايفوميت، ادخل الكاست مالتي ينضغط ويفرغ من الضغط، فهذه البلاستيك شيت راح تقعد فت على الكاست مالتي الموجود، فاسويها نستعملها كسبيشال تري. After curing, trim 2 mm shorter than depth of the sulcus. زين نجي على الكاستد ميتال، wax pattern for the special tray is made on the primary cast. Invested wax is eliminated to form a mold in the investment. زين سويت لها investment، تعرفونها نفسها اللي كنا نسويها أو الانفستمنت ما حاشين عليها احنا قبل، انه الكاست مالتي راح ادخله بجهاز الانفستمنت او تقريبا نشبهها بعلبه مليانه ستون، حتى ادخلها بالمي حار يذوب الشمع، يبقى فتحه بالداخل بداخل هذه المكعب اللي انا مليته ستون، احقن بها المعدن او احقن بها او خلي بها الاكريليك مالتي واكبسها عليها، او هسه شنو هو المعدن، فاحقن المعدن انا بها، راح ياخذ الشيب مالت هذا السبيس الموجود. فالمتل از ميلتد، ذوبناها وبورد انسايد ذا مولد داخل القالب. دي فلاسكينج فينيشينج بولشينج واز ميد وذ يوجوال مانر، طلعته من الفلاسك اخذته نفس الطريقه العاديه اللي اسويها، اسويها فلاسكينج، اسويها فينيشينج بولشينج، خف فد فويد، خافت شعفورة، خافت شيز اوفر صاير، المهم ارتبها كلها بعدين يلا اشوف البيشنت مال. الادفانتجز هاي ريجيديتي كلش، هاي فيتنس تو ذا اندرلاينج تيشو، الدايمنشنال تشينجز كلش قليله بيها. ديس ادفانتجز راح تاخذ من عندي وقت هواي، وقت طويل، تايم كونسيومينج اكسبنسيف وديفيكالت انه اسوي بها موديفيكيشن، لانه هذا معدن صعب انه تقصه. عندي السواقت ميثود، هذا وين استعملها؟ بالداي، قلنا الداي اللي هو عبارة عن كاست ماسن واحد، داي اند كونتور داي ميد فور برايمري امبريشن وذ لو فيوجن ماتيريال. زين اختار مادة اللي هي لو فيوجن معدن، مثلا ستيلس ستيل المعدن او الستوك تري اقدر اطرقه بتوين داي هامرد بتوين داي اند كونتور داي. زين اطرقها هي هاي الشريحه المعدنيه على الكاست اللي مسويته. اكسسيف ميتال واز تريمد 2 ملم شورتر للفيستيبل، عرفنا ليش تكون لازم اقصر. ديس ادفانتجز لونج تايم كونستراكشن اكسبنسيف وديفيكالت للموديفيكيشن. زين قد يجيني المريض هو اصلا عنده دنشر، عنده لابس دنشر،
فأني أستعمل الأول دنشر مالته كسبيشال تري، أستعمله أصب بيه التري طبعا هاي أخذ بيه. Use a special tray in relining and rebasing procedure or if a new denture is constructed. يعني إذا أريد أسوي border molding أني primary أو يعني أخذ بها impression، أخذ بها رأسا final impression. ممكن أشوف الفيتنج سيرفس مالت الدنشر شوي أسوي بيه ريليف على مود ينطيني enough space and impression material، ومرات ما يحتاج حتى الريليف فاخذ بيه امبريشن وتعتبر هي راسا فاينل امبريشن، بس يسوي لكم الريم اللي شو اسمه وياها البايت روم، بعدين ناخذ بيها الجوريليشن عاديه، يعني راح تختصر عندنا فيزيت كامله للبيشنت. بورينج ذا كاست، شلون اصب الكاست مالتي، اخذت الكاست لازم طريقه صحيحه اصب بيها الكاست حتى ما اخسر شغلي. preparation of impression before casting، زين الامبريشن مالتي انا مو راسا اجي واصبها، اول شيء اتفحصها اذا شفت بيها كمية سلايفة هواية اسوي واشنج للسلايفة مالتي على السريع، هيجي غسلة سريعة. اذا اني ماخذة برايمري امبريشن من البلاستر اوف باريس، وهذي ما يصير راسا اجي اصبها بالبلاستر او الستون لانه راح يزك بيها بعد ما اقدر افصلهم اثنيناتهم، فهاي لازم اخلي فوقها سبريتنج ميديوم عدا البلاستر اوف باريس، اي ماده ثانيه ماخذه بها الامبريشن ما تحتاج سبريتنج ميديوم. جهزتها سويت ميكسينج للجبسون برودكت الستون او بلاستر مالتي، شوف بيش اريد اصب الكاستاني اسوي حسب المانيفاكتشر ايش قايل لي النسبه مالت الووتر والليكويد، واسوي لها سباتشوليشن اخبطها، ممكن هاند سباتشوليشن الزم السباتشولا بايدي والربر باول وامزج، ممكن هسه ادخلها بالجهاز الحديث اللي هو ميكانيكالي يسوي السبوتشيليشن. كملت خبطتها، حضرت الخبطة مالتي مال الستون البلاستر او الستون، اجي اصب الطبعة مالتي. زين البلاستر is mixed to a thick consistency and placed onto one corner of the impression and allowed to flow around the impression to avoid trapping of air. طبعا انا هاي شنو الحكي الامبريشن مالتي مخليتها فوق الفايبريتر حتى خلال الاهتزاز مالت الفايبريتر شكو اير بابلز كليتها تطلع. زين وجيت خليت شويه بلاستر خليه بجزء البوستيريور، فهو بفعل الفايبريتر راح ينتشر ويسوي طبقه واحده والاير بابلز الموجوده بها كلها تطلع. اظل اخلي انا طبقه ثانيه طبقه ثالثه الى ان تنملي الطبقه مالتي الامبريشن، انتظر هالصرصة وافتحها. شوف عندي هذه طبعة مالتي، يعني من اجي واصبها رأسين راح توقع الامبريشن ماتيريال يمين يسار، بس اذا سويت لها هذا الديزاين اللي هو يسمونه بوكسينج للامبريشن، من اجي اصب المادة هنا راح يحتوي عليها الفلانج، شوف صار علواتها هو نفس المريض هذا. زين فراح يحتوي للماتيريال بداخلها راح يحافظ عليها. زين الماستر كاست is poured either by inverting the impression on a putty stone conventional casting method with boxing or by boxing the final impression to maintain its border أو maintain the border اللي هي أسهل طريقة البوكسينج بالشمع، وأسوي داير مداير الوكس شيت واكس، أسوي داير مداير الكاست وأصبه. شنو الفائدة مالت البوكسينج؟ راح استفاداني اول شي راح اوفر كونتينر into which الستون كان بي بورد، راح اصب بي الستون. زين allow preservation of the border of the impression، يحافظ لي على الامبريشن نفسها و يسمح لي انه استعمل mounting plate which in turn permit الماستر كاست to repositioned accurately on articulator after denture has been cured. الماونتينج تيبل قصدي عليها مالت الماونتينج بليت هي مالت الارتكليتر، فمن انا مسوي بوكسينج سهل انه راح ارجعها على هذه التيبل. allow vibration to get rid of air bubble ويطلع لي كل الاير بابلز. البوكسينج produce dense accurate master cast of the predetermined thickness. زين
الكاست اللي راح يطلع كلش مضبوط، أبعاده مضبوطة. و have stone material، save stone material، يحافظ لي على يعني لو ما أنا مخليتها هذه البوكسينج كان رأسا ساحت ووقعت من الإمبريشن، بس هو حافظ لي على الإمبريشن داخل الطبعة. method of boxing، شلون أنا راح أسويها البوكسينج؟ wax boxing method، the impression is beaded using 4 mm rule of beading wax which place around the impression 3 mm below the border of and parallel to it. زين هذا اللي لونه احمر، جبت شمع وبرمته بايدي وخليته داير مداير الكاست. زين وبعدين سويت هذه الوولز، رفعتها بالواكس. ايش وقت انا احتاجها؟ بوكسينج ميثود سوتبل فور زينك اوكسايد اور بلاستر as the beading wax adherent readily to the to this impression material. زين فلذلك تعال اقول لك سوي بيها البيدينج داير مدايرة. the tank space for the lower impression sealed by adapted by sheet base of plate wax اللي هو 3 إلى 4 ملم below the border of impression جوا الطبعة مالت جوا الحافة مالت الإمبريشن. السايد وول راح أرفعها تقريبا 2 ملم. شوفوا هنا أنا شنو عندي، راح يجيني مكان التانك، هو هذا لازم أني آخذ أدير بالي عليه. السايد وول 12 ملم of base plate wax is then built against the beading wax to make box into the stone and poured. هذا أنا سويت شنو أول شي؟ سويت دار مدار، خليت شمع زين، وبعدين خليت البوكسينج اللي هو الواكس ارتفاعه تقريبا 12 ملي، وصبيت الماتيريال مالتي وكملت الكاست. بلاستر اوف باريس اند بومس بوكسينج ميثود، اسوي بوكسينج باستعمال بلاستر اوف باريس. الباريس اند بومس از ميكست، اسوي لهم اثنيناتهم خلطة على جلاس سلاب وامبريشن سيتد انتو ات، اقعد الامبريشن فوق هاي الخلطة مالتي، يعني اعتبرها بيز للخلطة. الفيتنج سيرفيس يكون مالته upward، الميكسينج downward with spatula to high approximately 3 to 4 ملم below the border of the impression and 5 ملم side. يعني من نخليه نقعده فوق البلاستر وبومس لازم يكون fitting surface مالته لفوق upward. The mixing is drawn with a spatula to a high approximately 3 to 4 mm below the border of impression and 5 mm wide. فوق يعني جوا حاف 3 إلى 4 mm، أقل من حافة الإمبريشن مالتي، بس العرض لازم يكون width 8 أو 5 mm. After setting is removed from the glass slab، شلتها اني من وين خلتها؟ يعني قلنا هذا الجلاس سلاب خبطت بلاستر والبوماس وخليتها على شكل بيز، خليت الطبعة مالتي فوقه. اوخر الجلاس سلاب، اغسله واضمه على صفحة، هذا اسوي تريمينج للكاست، اقص الزيادة من عنده زين، واخلي عليها السبريتينج ميديوم. بوكسينج واك ادابتد تو ذا بلاستر اند بوماس to be 12 mm above the highest point of impression. زين فخليتها اني حتى انطاني فد بيز حلوة، وانطاني فد ارتفاع حلو بالفلانجات، اكثر من انه اخذها بطبعة عادية وحدها. requirement of dental cast، اللي preferable rule should be completed and no deeper than 3 to 4 mm and the edge of the cast extending out of this rule should be approximately 3 to 4 mm wide. اللي هسه شفتكم اياه قبل شوية قلت لكم هذا اللي لونه احمر داير مدار الكاست، هذا لفه وطريق طبق شيت من الواكس وخليه على البريفريز، حتى شنو؟ حتى الفينشينج لاين مالتي تطلع واضحة، وحتى بعدين هم يعني يكون الفيزيبيليتي اسهل بهاي المنطقة. سايد وول اوف ذا كاست should be vertical، لازم تكون اللي أنا رفعتها تكون vertical.
The cast base should not less than 10 ملم in the thinnest point. أقيسها مو أقل من 10 ملم. البيز أسويها trimming so the plane of the edentulous surge is parallel to the base. الاكلوزال بلين يكون موازي للبيز دنتشر بيز. التانك سبيس اون مانديبولار كوست شود بي فلات سموث اند تريم بس ذا لينجوال اند بريفرال رول شود بي ريمين انتاكت. جزء بس اللينجوال اللي هو جاي على الاسنان زين هذا او كله هو لازم يكون فلات وسموث. وممكن اسوي تريمينج اسويها بولشينج بس الفيتنج سيرفيس هذا ما يصير اني العب بيه. The anterior border of the maxillary cast is pointed at the midline. The anterior border of mandibular cast curved at canine to canine. اللي هسه يعني شرحنا ذيك المرة قلنا انه اكو كاستات الشكل مالتها الابر ال pointed مالتها يعني anteriorly واللور بالكناين اريا. هاي تقريبا هنا هذا upper تكون البوينت مالته هنا بالنص على شكل التوزيع على شكل مثلث. The anterior border of maxillary cusp pointed قلنا بالميد لاين والان ذاك اكو سكوير شيب لانه هم موجودين بالكناين اري. Groove have been placed for indexing زين كدليل اليه كمرجع اليه. All surface should be hard, dense, free of void and nodule يعني عادية. اشيكها بايدي واتأكد تكون ماكو اي شيء واي مشكلة. الكاست should include all the area of available for denture support. ماكو داعي اقتصد بي اغطي كل الرج اللي اني احس راح تنطيني support. عندي فدش كم نوت مهمة. لما استعمل زنك اوكسايد يوجينال امبريشن ماتيريال هذا استعمل وياه كلوز فتت تري ما احتاج بي سبيسر. اذا بولي سلفايد رابر بيز او سيليكون امبريشن ماتيريال سنجل لاير اوف بيز بليت واكس از ريكوايرد. اخلي جواها طبقة خفيفة من البيز بليت واكس. زين when alginate or plaster are used as a final impression material spacer or double thickness of base plate wax is desirable. اذا انا مقرره اخذها الامبريشن بعدين بالجينيت هذا لازم سبيس اكبر يكون عندي. فبهاي الحاله اسوي السبيشال تري سبيسد بس ما اخلي شريحه واحده من الواكس اخلي طبقتها من الواكس حتى تعطيني سبيس اكبر اللي هو 3 ملم. الكاست هاف تو لاين اف كلوزلي فيت تري از كونستراكتد دنتشر لاين و تري لاين. زين الدنتشر لاين اللي هو الفول ديبث اوف ذا فيستيبيول فوق 2 ملم اللي هو تري لاين. اذا هذا نون سبيسد اذا انا اريد اسوي بي سبيسد فيفضل انه اني 3 لاينز بيها. واحد الفول ديبث اللي هو مات الدنتشر والثاني اللي هو مات السبيشال تري والثالث اللي هو الواكس اللي راح اسوي بها سبيسر يكون اقصر من هذول الخطين اثنيناتهم. زين اذا كانت الطريقه اللي اريد اخذ بها امبرشن تكنيك ميوكوستاتيك يعني ما بها اي برجر او ضغط قليل كلش. زين فهذا اخذها وذ سبيسر اخذها امبرشن يكون بي سبيسر. الميوكو كومبرسيف او ذا امبريشن تكنيك بها ضغط فهذه اخذها ويا without spacer. السبيشال تري ما بي سبيسر. سلكتيف بريشر تكنيك اللي مكان اسلط عليه ضغط مكان ما اسلط عليه ضغط. شو بيانو هاي نوع استعمل وياها هذه استعمل وياها الكومباوند والمنطقه اللي ما اريدها اسلط لضغط شو اسوي اسوي عليها ريليف اقص من عندها سكرابينج اشيل من عندها يعني رديف بهاي المنطقه. البرايمري والسكندري ستريس بيرنج اريا ما اسوي رديف عليها اخلي كلوز فتت عليها حتى تضغطها واخذ منها ديتيلز مضبوطه هاي المنطقه. وي دونت يوز شلك ليش ما استعمل الشلكاني يصير بيها ووربج ديورينج امبريشن تيكينج از ذا بوردر تريسينج ماتيريال از نوت ايفن
is not is hot even if it's reinforced. زين ممكن يصير بها hot. وإحنا قلنا هذه dimensional changes ما تقليلة كلش, فرأسا راح يصير بي warpage و easy breaking ينكسر بسهولة.